بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين تلاميذ التلاميذ السنه الثالثه اعدادي مرحبا بكم اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو لا كوريكسيون ديكزرسيس 21 باج 126 من لينيفير بلوس يعني في الفيديوهات اللي قبل شفنا دي زيكواسيون يعني برومير فيديو شفنا فيه دي زيكواسيون اللي هما تري سامبل غير باش نفهمو لي زيكواسيون من بعد شفنا لي زيكواسيون اللي فيهم لي بارونتيز كيفاش كنتعاملوا معاهم شفنا بالضبط هذا ليكزيرسيس هذا اكزيرسيس 19 يعني كيفاش كنتعاملوا مع مع لي بارونتيز دابا غنشوفوا هذا ليكزيرسيس اللي فيه دي فراكسيون كيفاش غنتعامل مع واحد ليكواسيون فيها كسر يعني انا كنقلب على اكس هاد اكس هو في هاد البسط هو في هاد البسط كيفاش غنخرجوا الوغ اون كومونس بار لا بروميير ايكواسيون اون اي سي 2x plus 1 sur 5 alors petite a

اولا طريقه واحده اخرى هذا لو نونبر 5 هنا شنو كاين في حاله قسمه الا رديناه للطرف الاخر كيولي جداء يعني الا خديت هذا لو نونبر 5 ديتو للطرف الثاني كيولي هنايا جداء غيولي فوا 5 و تمشي 5 مع ال 5 شنو غيبقى بقى عندي 2x 1 اي تساوي x 2 يعني عوض ما نبقى نرد هذا لو نونبر 5 للطرف الثاني عاد نختزل به كنختزل نيشان و الوقت هذا كيمشي معاه حيت عندي نفس المقام صافي غنختزل به نيشان بلا ما ندير برودوي اون كرو وبلا ما نرد هذا للطرف الاخر عاد نختزل به اذا <applause> شنو غيبقى عندي غيبقى عندي 2 x1 بلس 1 هنا المقام غيبقى فيه واحد اي عدد على واحد كيبقى نفس العدد تيغالا اكس بلس بلس 2 دابا فاش اختزلت رديتها على شكل واحد المعادله اللي هي بسيطه بزاف غناخد هاد اكس غنجيبو هنا وهاد الواحد غنجيبو هنايا وغنلقى شحال كيساوي اكس هاد دوز اكس غنخليها في بلاصتها ها هي هاد اكس كانت هنايا بوزيتيف الا جات هنا غتولي نيجاتيف ها هي تساوي ها هي هاد جوج بوزيتيف ها هي بقات بوزيتيف حيت ما حركناهاش هاد الواحد بوزيتيف الا رديتها للطرف الاخر غتولي نيجاتيف كنمشيو غير شويه بشويه شنو كنديرو هذا حركناه تيولي نيجاتيف حيت كان بوزيتيف كنغيرو الاشاره هذا حركناه جبناه الطرف الاول كان بوزيتيف هو ولا نيجاتيف دو زيكس موان اكس اتيكالا مو اكس, إكس. وعندي هنا اتيكال ها هي يعني النتيجه ديال هذا الشيء ها هي والنتيجه ديال هذا الشيء غنديرها هنا كنبقى خدام الطرف الاول الطرف الثاني يعني هنا دو موان زان 1 ان اشنو أه. لقينا لقينا اكس كتساوي واحد اذا هاد واحد هي الحل ديال هاد المعادله يعني الا مشينا عوضنا اكس بواحد راه كيحقق لينا هاد المتساويه نعوضو نشوفو جوج في واحد هي جوج جوج زائد واحد ثلاثة غنلقاو الطرف الاول كيساوي ثلاثة على على خمسة الا بواحد والطرف الثاني الا بواحد شنو واحد زائد جوج ثلاثة ثلاثة على خمسة ثلاثة على خمسة كتساوي على خمسة صحيحة يعني هاد واحد راه كيحقق هاد المتساوية دونك هاد نومبر الى سوليسيون دو سيت ايكواسيون هادشي كتكتبوه نتوما هنا Donc la solution de cette équation est le nombre 1. Je vais l'équation B. Moins x plus 3 sur 5 Moins x plus 3 sur 5 est égal à 2x plus 3 est égal à 2x plus 3 sur 10 Alors, 2x plus 3 sur 10 2x plus 3 sur 10 إذاً إلا لاحظتوا هنايا باش نطيحوا في الحالة الأولى شنو خصنا عندي هنا خمسة عندي هنا عشرة عشرة مضاعف للعدد خمسة يعني كيف نضرب هنايا في جوج باش تولي يولي عندي نفس المقام وإلا ضربت هنا في جوج خصني نضرب البسط في جوج يعني شنو كندير كنضرب البسط والمقام في إثنان غنوحد المقام للطرفين شنو غتولي إثنان عامل لي ناقص إكس زائد ثلاثة على إثنان في خمسة تساوي إثنان إكس زائد ثلاثة على عشرة جوج ناقص إكس هي ناقص اثنان إكس جوج ثلاثة هي ستة عفوا ستة على اثنان في خمسة عشرة تساوي اثنان إكس زائد ثلاثة على عشرة ولا عندي نفس المقام غيمشي ها هذا مع هذا هذا مع هذا شنو غيبقى عندي بقى عندي موان دو زيكس سيس زيكس

على ناقص 4 اذا اكس تساوي غتمشي ناقص مع ناقص تساوي ثلاثة على ونرجع Donc, la solution de cette e 3 على 4 وغنرجع للسطر دونك لا سوليسيون دو سيتي اكواسيون اي 3 على 4 هنا كاين اللي غيخدم بداك برودوي اون كروا باش ما يبقاش هناي واحد المقام غيمشينيش غايدير 5 عامل لهذا كيساوي 10 عامل لهذا يعني هذا في كي هذا كيساوي هذا في هذا وغيتخلص من الكسر راه حتى الطريقه صحيحه 100% هنايا هذا ناقص 4 كاين لي تيبقى تالف معاها الا عندي هنا ناقص 4 بغيت نتخلص منها من هذا من الناقص عاد نشوف نرد هذا العدد 4 للطرف الاخر غنتخلص منها شنو غندير غنضرب الطرفين في ناقص 1 داكشي اللي درت في هذا الطرف خصني نديرو في هذا الطرف الا ضربت هنا في ناقص 1 وضربت هنا في ناقص 1 راه غتبقى متساويه صحيحه الا ضربت هنا في ناقص واحد شنو غيوقع ناقص واحد في ناقص أربعة ناقص في ناقص زائد واحد في أربعة هي أربعة يعني غتبقى أربعة إكس غتمشي لي ناقص إلا ضربت في ناقص واحد وهنا ناقص ثلاثة في ناقص واحد ناقص في ناقص زائد وثلاثة في واحد هي ثلاثة يعني غنلقى بلي أربعة إكس كتساوي ثلاثة غنلقى أربعة إكس كتساوي ثلاثة عاد من بعد غناخد غن إكس كتساوي أربعة هنا في حالة جداء غنردها غتولي قسمة ثلاثة على أربعة هادشي اللي لقيناه هنا ثلاثة على أربعة إذا ندوزو لتخوازيام إيكواسيون Chnuang c'est... C. On a... moins 2x plus 3 sur 8. Moins 2x plus 3 sur 8 est égal à x sur 4. Moins 5 sur 8. Moins 5 sur 8. il a la نحاولوا نوحدوا المقام في الطرف الثاني المقام الموحد في الطرف الثاني هو 8 8 مضاعف للعدد 4 يعني يكفي نضربوا بسطوا المقام ديال هذا العدد في 2 شنو غنلقاو ناقص 2 اكس زائد 3 على 8 هذه عاود كتبناها كيف ما هي كتساوي وهنا غنضربوا البسط والمقام في في 2 جوج في اكس هي 2 اكس على 4 في جوج هي 8 ناقص 5 على 8 عندي هنا نفس المقام احتفظ بنفس المقام اذا ناقص 2 اكس زائد 3 على 8 تساوي احتفظ بنفس المقام 8 وفرق البسط 2 اكس ناقص 5 دابا شنو لقيت لقيت نفس المقام للطرفين يعني طحنا في ديك الحاله او في دوك الحالات اللي قبل تمشي هنايا 8 مع 8 نختزل بها شنو يبقى عندنا بقى -2 اكس 3 -2 اكس 3 تيكالا دو زيكس موان غنعزل الحدود اللي فيها مجهول في طرف واللي ما فيهاش في طرف. موان دو زيكس في بلاصتها ها هاد دو زيكس كانت بوزيتيف غتجي هنا غتولي نيجاتيف ها هي بلوس غتولي موان حيت من بلاصتها موان دو زيكس موان هي موان اكس تيكالا موان بنفس الطريقه اللي قلنا قبيله غنضرب الطرفين في الناقص كاع باش نتهنا الا ضربت هنايا في ناقص 1 غتبقى عندي 4 اكس ضربت هنايا في ناقص 1 غتبقى عندي 8 اولا كنقولوا غتمشي ناقص مع مع ناقص بحال بح اذا اكس غتساوي 8 على 4 4 كانت هنا في حاله الجداء غتولي قسمه 8 مقسومه على 4 هي 2 اذا اكس تساوي 2 وغنرجع للسطر دونك لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي 2 la dernière équation D, on a, je اه, 3x 1, 3x 1, est égal x 7 sur 2. C'est très simple. هادي باش نتخلص من هاد الكسر اللي عندي هنايا غناخد هاد جوج غنردو للطرف الاخر كان هنا قسمه غيولي هنا جُداً. يعني غتولي اثنان عامل لثلاثه اكس ناقص واحد جوج فهادشي اللي عندي في الطرف الاول كامل داكشي علاش درت الاقواس هذا فهذا كيساوي اكس زائد 7 على واحد اللي هي اكس زائد 7 الى حيدنا جوج غتبقى في بلاصتها واحد حيد في الاصل غتكون مكتوبه فيه واحد والعدد على واحد كيبقى نفس العدد وهنا غنشر 2 في 3 اكس هي 6 اكس ناقص 2 في 1 هي 2 تساوي اكس زائد 7 غنعزل الحدود اللي فيها مجهول في الطرف لأعداد المعلومه في الطرف شنو عندي هنا 6 اكس غتبقى 6 اكس هنا اكس موجبه غتولي هنا سالبه تساوي تحت تساوي زائد سبعة هي ناقص اثنان إذن هذا واضح ستة إكس ناقص إكس هي خمسة إكس تساوي سبعة ناقص اثنان خمسة عفوا كانت هنا ناقص اثنان إلى مشات للطرف الآخر كتولي زائد اثنان وتولي هنا تسعة ماشي خمسة كانت ناقص اثنان إلى مشات للطرف الآخر كتولي زائد اثنان كتغير لها الإشارة سبعة زائد جوج هي تسعة دونك إكس إتيكالا نوف سيغ سانك أو غنرجع للسطر دونك دو إيكواسيون إي هادشي في موعدنا فيديوهات أخرى إن شاء الله وبحوله أعانكم الله